إذن متتبعينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من ضواحي قلعة سراغنا. مشاهدينا كما شفتوا معنا في عنوان هذا المباشر، واحد المواطن مغربي مهاجر بالديار الإيطالية تيقول أنه من بعد ما كان في الديار الإيطالية ورجع كيلقى الجار ديالو أنه ترمى ليه على الأراضي ديالو اللي كتجاور المنزل ديالو، وبدا في بناية منزل بهاد الأرض اللي تيقول هاد المواطن أن هي الأرض ديالو، أنه يعني سد عليه بزاف ديال الأمور مثل الماء والقاء. كيما نعتذر مشاهدينا أن الكونيكسيون قليلة هنايا، باش نمشيو نوضحوا لكم أكثر، غادي نخليه هو يحكي لكم المعاناة ديالو والأضرار اللي كيتعرض لها من طرف الجار ديالو. تفضل سيدي، تفضل قدمنا، خذ الميكرو الفوق وقدمنا نفسك وقلنا شنو المشكل اللي عندك. السيد سيدي، انا كان نهاجر 30 عام ديالو مهاجر، انا وولادي ملي هاجرت سيدي سطو، ملي جيت سطو سيدي هاد البلاد ترمى لي عليها، على كلها موقف من القنت حتى القنت تاع الباب، من القنت هذا حتى الباب، عاد حبسوا على الباب، هو اللي حبسوا، قالوا حيه مزباله، النص ديال الحيط كلها مزباله. نعم سيدي. غالق عليا السرب، غالق عليا الباب، ملي مشيت لعند القايد قال لي قال الشيخ والمقدم خرجوا شوفوا هذا السيد اعطيوه حقه. جاء الشيخ والمقدم قال لي يا ودي هذا السيد راه كيدعيك، راه هاكين راه بغى حقه، ما استطعش. قال لي واخا سيدي طاطا من هنا كذا من هنا، انا ما هارب لي انا هذه، ولكن حاجه ما كاينه، كيقول عفمو قدام السلطه. عاوتاني 3 شهور وانا ساكت عليه، قال لك صبروا عليا ولد عمي، صبروا عليا انا دوك ما مساليش، انا وحداني كذا كذا، سكت علي. دابا 3 شهور هادي وانا ساكت، عاد تاجا حط سيدي الماتريان ديالو ديال البني، راه سيار كيبني. ملي تعرضت لي ثاني قلت لي واش شو جنيت، مشيت ثاني لعند القايد. ملي مشيت لعند القايد قلت لي يا ودي هذاك السيد راه ما دار والو، راه سيار كيبني، راه ما عطاني حتى حق والو. عقب سيدي ثاني القايد قال الشيخ شوف سير هذا السيد عطيه 3 متر ديالو ديال الحروب، وباش ما كان عطاه ما بي الله يهنيه ما عطاش رجع لعندي. عقب سيدي جا الشيخ والمقدم، جاو الناس من القبيله وقفوا، عقبوا رموا لي العار، قال لك اودي صبر راه غادي يعطيك واحد المتر ونص. واه قلت لهم القايد عطاني 3 ويعطيني متر ونص، راه ما يمكنش، واه هذا حق، اعطيني 3 متر ديال الحروم حايطي منين ندوز لي، بغيت انا نملسو راه هو كاع طايح مطيحينو عا همايا. دابا سادين عليا هذاك الدار، انا خاوي ما فيهاش، جا الشتاء نصت الحائط كاع كله طايح، راه شافوه عيل الناس اللي داك، راه كلشي شافوه، كاع الناس المسؤولين شافوه. هي هذيك قلت له حيد عليا البدوز ودي خلي وسرح لي صربي وبعد لي الزرب من على بابي، وقال لي لا. المهم عقب شويه قال واخا هو بغى عاد كيبني، عينو في عينو في عينو في خزيت. عقبنا سيدي جاو عبروا الشيخ وعبر والمقدم ديال القبيله وبعض الناس من الجماعه، عقبنا سيدي قلنا لهم الله يهنيه ويعطينا عا هذاك متر ونص ولكن يبينوا، ما بينش، قال لك متر ونص عبروا داروا دوك البيكيات ولكن حاجه ما كاينه، باقي البدوز باقي الزرب لحيه على حيطي ذاك باقي غالق لي قدام الباب، حاجه ما كاينه والو من داكشي. ملي كنقول لك قواه تصبر انا ما مساليش، وقلت له واش انت تبني في حيطك وانا عندي ما مساليش، وانا اللي قول سبقني اعطيني يا سيدي الحرم ديالي بان لي وسير الله يعاونك سير لقدام، بغيتي عاد تقلي سير انا ما كنسمح لكش، انا عاد باغي دروك طالب على الحروب والبلاد راه داها ليا. هذا الشيء اللي كاين، كنطلب من المسؤولين يشوفوا لي معاك يعطوني حقي، لا ما بغاتش راه كندعيه لله. واخا سيدي انت وجهتي واحد الرساله للمشاهدين والمسؤولين باش ينصفوك في حقك في الارض اللي ضاعت لك، او في كما قلتي انت وليتي طالب عليه الحروم ديال الدار ديالك، كتقول ان البلاد دابا مشات مهما تبنى فيها الحيط او تبنى فيها هذه. استغني من مهاجر، استغني على التوضيح باش يعرفوا الناس ويعرفوا المسؤولين هذه الارض فين كاينه وهنا بلاصه اش من قياده اش من جماعه. تفضل. دور جماعة سيد الحطاب، دور سيد الحطاب بالضبط، قيادة بني عامر، قليم قلعة السراغنة، هادشي اللي كاين.
إذن رسالة واضحة. إذن مشاهدي قناة شوف تي في كما تابعتم معنا في هذا المباشر ديال هذا اللي من خلاله يعني صرخة لمواطن أو مهاجر مغربي بالديار الإيطالية، يقول أنه بعد 30 سنة ديال الهجرة يرجع تلقى أن الجار ديالو ترمالي على الأراضي ديالو وبدا كيبني فيها. مشاهدينا اليوم ما بقى لي إلا نودعكم خلال هذا البث المباشر من ضواحي قلعة سراغنا، إلى اللقاء. الله يرحمه.